الرئيس، انا اعتقد اني ساتكلم عن هذا الموضوع الشيكات فقط بقبه عبد الله السالم. لن نعرف الترصد اللي قاعد يصير اليوم، واقولها بصوت عالي، لن نخضع. والله خير حافظا، والله خير حافظا. جاوبوا عن اموال الامه. وبعد ان طلب منه من ذي صفه رضان رضان في جلسه رسميه معلنه ان اظهر الشيك، فاظهره. لماذا ترفض الاجابه عن سؤال الشيكات لمن اعطيت؟ انا الاخ الرئيس اعرض اليوم على المنصه وثيقه، المعلومه اللي عندي انها لنائب. خل يغف احد من الحكومه اليوم يقول انها ليست لنائب، وانا اقول الاتي: واحد، اذا وقف الرئيس وجاب الوثيقه الاصليه اللي هي عنده ويثبت انها ليس لنائب، انا اطلع من هالمجلس اقدم استقالتي. الشيك رضا الاخ الفاضل فيصل المسلم، انا اعتقد، ما ادري، يعني مو واضح عندنا امانه بالصوره، ولكن مع ذلك ان كان هناك شيكات، ما ادري، يمكن شيكات، يعني الشيكات كلنا عندنا شيكات، كلنا نتعامل بالشيكات، ممكن يكون شيك اذا كان شخصي، اذا كان شخصي رئيس الحكومه، وهذا وضع اخر، ولا لا انا ولا اي مواطن اخر يملك اذا كان هناك شيكات شخصيه وما ندري منه الاسم الموجود. هذا واحد. اثنين، اذا كان فعلا مثل ما تفضل الاخ فيصل المسلم ان هذا الشيك من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وان رشوه لاحد النواب، انا اول واحد راح يوقف فيها الاخ فيصل. عجيب امر ان شيك شخصي لا يجوز وفقا للدستور واللائحه ان يتعامل اي عضو او وزير مع الحكومه، يتعامل مع نائب رقيب عليه بشيك شخصي. طامه اذا بعد من المال العام وشيك من مصروفات الديوان، واذا بشيك شخصي العن والعن، لان تحايلا على النصوص الدستوريه وراية الامه واموالها. ليس هناك شيكات صدرت من رئيس الوزراء او ديوانه، وان في نفي قاطع. لا، واضح واضح. يقولون ان في شخابيط، شخابيط على العموم، يعني تقول مزور؟ لا لا لا، هذا الشيك انا استلمته من ناصر محمد. جهات التحقيق خدعوا حتى جهات التحقيق. شنو يعني مجلس امه يعجز عن ان ينعقد لشهر كامل حتى تكون الحصانه قد رفعت تلقائيا؟ هذا شغل جهاز مخابرات، مو شغل حكومه محترمه. سأتكلم عن هذا الموضوع الشيكات فقط بقبة عبد الله السالم، لن نعرف الترصد اللي قاعد يصير لنا، وأقولها بصوت عالي: لن نخضع. والله خير حافظا، والله خير حافظا، لن نخضع. والله خير حافظا.